قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يستطيع سحب قوات بلاده من حلف شمال الأطلسي دون الرجوع إلى الكونغرس، لكن ذلك ليس ضروريا على حد تعبيره. ترامب خلال مؤتمر صحفي في بروكسل ذكر أنه سيقابل نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين المقبل، وسيبحث معه الملفين السوري والأوكراني وملف التدخل في الانتخابات الأمريكية التي صعدت بترامب رئيسا. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يتوقع الكثير خلال لقائه ببوتين، ولكنه سيسعى للحصول على معلومات منه حول التدخل في الانتخابات الأمريكية.